السلام عليكم. اليوم راح نبدأ فصل جديد اللي هو فصل رقم 26 اللي هو المتسعات. المتسعة إذا منتبهين بأغلب الأجهزة الكهربائية موجودة، اللي هي تكون شكلها كقطعة بلاستيكية أو كأسطوانة شفافة. هي عبارة عن شنو؟ عبارة عن لوحين معدنيين مشحونات بنفس الشحنة متعكسة بالإشارة. وظيفتها هي تخزن لنا الشحنة الكهربائية أو تعدل لنا التيار. الفصل خلال هذا الفصل راح نشوف نوعين من المتسعات أو نوعين من ربط المتسعات، اللي هو ربط التوالي وربط التساوي. أول شيء نشوف شكل المتسعة، يكون بهذا الشكل، عبارة عن لوحين نمثلهم بخطين متوازية مربوطة إلى مصدر فولتية. المتسعة رمزها خطين متساوية، مصدر الفولتية هي خطين متوازية، واحد قصير والثاني طويل. القصير يأخذ إشارة السالب والطويل يأخذ إشارة الموجب. المتسعة لها رمز اللي هو سي. السي شنو راح يكون اسمه؟ سعة المتسعة، اللي هو يطلبه خلال أسئلة هذا الفصل كله. السي قانونها هو كيو، هي مقدار الشحنة على دلتا في. وعندنا قانون ثاني اللي هو السي يساوينا إبسلون نوت، اللي هي السماحية الكهربائية في مساحة المتسعة على دي. السماحية الكهربائية في مساحة لوحي المتسعة على دي هي المسافة بين المتسعتين. ناخذ هسه أنواع الربط. هسه راح نعرف أنواع الربط اللي عندنا. أو الربط، عندنا نوعين من الربط اللي هو ربط التوالي، اللي هو اسمه سري بالما، وعندنا ربط التوازي، اللي هو بارلل بالما. ربط التوازي والتوالي يختلفون بشكل الربط وبالقوانين. أول شيء راح ناخذ شكل الربط مالته. شكل الربط ربط التوالي راح يكون مصدر للفولتية عندنا، وراح يكون مربوط بأكثر من متسعة. ربط التوالي والتوازي نستخدمه المتسعتين أو أكثر، فعندنا المتسعات راح تكون بشكل سلسلة. ايش وقت نعرف ربطنا توالي او توازي؟ نشوف التيار مالتنا او مصدر الفولتية من السالب للموجب، فراح يكون هنا سالب موجب سالب موجب. فراح يكون من يكون عندنا التيار راح يمشي سالب موجب سالب موجب، يعني النهاية مال المتسعة الاولى موجبة والثانية سالبة، أو النهاية سالبة بموجبة، يعني الإشارات مختلفة، راح يكون ربطنا توالي. التوازي راح يكون بهذا الشكل، عندنا مصدر للفولتية راح يكون بهذا الشكل، يعني الطرف الموجب راح تكون يشحن الشحنة أو المتسعة اللي تلفز طرفه بشحنة موجبة، والسالبة راح تنشحن بشحنة سالبة. فراح يكون الربط مالتنا موجب سالب. إذا فتحنا الربط فراح يكون موجب سالب سالب موجب، يعني الشحنتين أو الصفيحتين للمتسعة القريبة راح تكون بنفس الإشارة. عندنا القوانين مالتها اللي هي ربط التوالي. ربط التوالي عندنا واحد على السعة الكلية تساوي لنا واحد على السعة الأولى زائد واحد على سعة
المتسعة الثانية، في حين عندنا ربط التوازي الساعة أو الساعة المتسعة الكلية راح تساوي لنا ساعة المتسعة الأولى زائدا ساعة المتسعة الثانية زائدا، إذا كان عندنا إذا ثلاثة راح يكون زائد الساعات المتسعة الثالثة وهكذا. بالنسبة للفولتية، الفولتية الكلية هي راح تساوي لنا الفولتية الأولى زائدا الفولتية الثانية بربط التوالي، في حالة كانت عندنا متسعتين فقط، وإذا كانت عندنا أكثر من متسعة فراح نجمعهم جمع اعتيادي. في حالة المتسعة أو ربط التوازي راح تكون الفولتية الكلية تساوي لنا الفولتية الأولى وتساوي لنا الفولتية الثانية وتساوي لنا الفولتية الثالثة. يعني إذا كانت الفولتية 20 فراح تتقسم الـ20 بين المتسعة الأولى والمتسعة الثانية، مثلا 10 بـ10 أو 5 بـ15. ربط التوازي راح تكون إذا كانت الفولتية 20 فراح تكون للمتسعة الأولى 20 وللثانية 20. آخر قانون اللي هو عندنا الشحنة الكلية للمتسعة لربط التوالي راح يكون عندنا الشحنة الأولى وتساوي لنا الشحنة الثانية، يعني راح يكون مثل الفولتية بالنسبة لربط التوازي. بربط التوازي الفولتي أو الشحنة الكلية راح تساوي لنا الشحنة الأولى زائدا الشحنة الثانية زائدا إلى كم متسع عندنا. هذه القوانين راح نستخدمها أو نحفظها في حالة ربط المتسعات. الأمثلة راح تجينا راح ينطينا متسعة مربوطة ربط توالي ويريد المتسعة أو الشحنة أو الفولتية الكلية، أو ينطينا ربط توازي أو ينطينا ربط مختلط. نأخذ مثال على ربط المتسعات اللي هو المثال الرابع. المثال الرابع منطينا شكل منطينا هذا الشكل ومنطينا قيمة السعة سعة المتسعة لكل متسعة، يريد نحسب له المتسعة الكلية اللي هي السي. فبما أنه عندنا منطينا قيمتها فراح نعتمد بالحل على طريقة الربط. بالبداية راح نشوف أنه ربط مختلط لأن عندنا هنا توازي هنا توالي، فراح نحاول نفتح أول شيء الربط. الربط شلون نفتحه؟ راح نشوف أصغر وحدة أو أصغر ربط ونفتحه أو نختزله عفوا. مثلا عندنا هذه ممكن نجمعهم جمع توازي فراح يكونون بهذا الشكل. نحطهم يا باللون الأصفر. فبما أنه قلنا ربط توازي لأنه لو أجت الشحنة منها موجبة ومنها سالبة فهذه راح تنشحن موجبة وهذه سالبة. فإذا جمعنا السعة الكلية إلها راح تكون C1 زائد C2 يعني يساوي لنا 1 زائد 3 ويساوي لنا 4. فراح نجي نرسم الدائرة مالتنا كأنه مسحنا هذا الجزء وسويناه متسعة وحدة، يعني راح يكون بهذا الشكل. هذا كلياتها راح نلغيها، راح نكتبها بشكل متسعة وحدة قيمتها اللي هي طلعناها منها 4.
خلصنا أول متسعة، راح نجي الثانية هي واحدة راح نتركها مثل ما هي. راح نجي للمتسعة الثانية اللي هي أو الثالثة مربوطة ربط توازي، فراح نجمعها أيضا 6 زائد 2 ينطينا 8. يعني باقي لنا هذه المتسعة فراح تكون قيمتها 8. وعندنا المتسعة نبقيها اللي قيمتها 8 الثانية. طيب هسه صارت عندنا متسعة، 4 متسعات مربوطة. إذا شفنا أنه المتسعة 4 و4 على استقامة واحدة فنقدر نجمعهم جمع توالي، فكأنه راح ناخذ هذه المتسعات راح نجمعهم بشكل واحد بمتسعة واحدة، فراح نجمع بما أنه الربط بيناتهم توالي لأنه على استقامة واحدة، فراح تكون 1 على الساعة الكلية يساوينا 1 على الساعة الأولى زائد 1 على الساعة الثانية، يعني 1 سي الكلية راح تساوينا أو 1 على سي الكلية 1 على 4 زائدا 1 على 4 ويساوينا 2 على 4. نقلب نضرب حاصل ضرب الطرفين في الوسطين فراح تطلع لنا الساعة الكلية تساوي لنا 2، فراح نختزل هذه بشكل متسعة واحدة قيمتها 2. طيب عندنا اللي بالأسفل ايضا راح نجمعها بما انه متسعتين على خط استقامة واحد ربطهم واضح انه هو ربط توالي، فراح نجمع ايضا 1 على سي الكلية راح يساوي لنا 1 على 8 زائدا 1 على 8 ويساوي لنا 2 على 8. نقلب البسط الى مقام فراح يساوي لنا 8 على 2 على 2 بها 1 على 2 بها 4 ويساوي لنا 4، يعني المتسعة الثانية مالتنا قيمتها 4. صار عندنا ربط متسعتين، يعني حولناها من 6 متسعات إلى متسعتين، آخر متسعتين أيضا راح نحاول نحولهم إلى متسعة واحدة. إذا فرضنا هذا الطرف موجب وهذا الطرف سالب، فهذه الصفيحة راح تكون شحنتها موجبة وهذا راح تكون سالبة بسالبة، فموجب بموجب سالب بسالب، فيعني الربط مالتهم هو ربط توازي. هذا نجمعهم بما انه ربط توازي راح نرجع على ربط التوازي اللي هو سي يساوينا سي 1 زائدا سي 2، يعني 2 زائدا 4 ويساوي لنا 6 قيمة الساعة الكلية للنظام. يعني مثل ما قلنا انه المثال مالتنا ندور اصغر دائرة كهربائية اللي هذه حاولنا جمعناهم بشكل متسعات، بعدين المتسعات ذولا الاربع ما نقدر نجمعهم سوا لان ذولا ربطهم توالي وهذا الطرف ايضا توالي والمجموعتين مربوطة توازي، فراح ايش راح نسوي؟ نجمع ذولا سوا ونجمع الجوة هم سوا وبعدين راح يكون متسعتين ربطهم توازي نجمعهم بشكل متسعة واحدة. هسا ناخذ احد اسئلة الفصل اللي هو السؤال رقم 28. السؤال ايضا مطينا متسعة او ربط للمتسعات،
سي واحد سي واحد ناقص سي اثنين منطينا هذا الربط اللي هو ربط متسعات ومنطينا قيمة السي واحد تساوي لنا خمسة سي اثنين عشرة وسي ثلاثة تساوي لنا اثنين مايكرو فاراد. بحالة ان طانا متسعات بقيمة مايكرو فاراد او فاراد واحنا بس نطلع او نجمع الربط ونطلع الكلية ما يحتاج انه نحول من مايكرو فاراد لفاراد، بس اذا طبقنا احد القوانين مثلا شحنة او فولتية او ساعة المتسافة راح نحاول انه نخلي الوحدة نحولها من مايكرو فاراد لفاراد. هساعدنا هذا الشكل، منطينا سي واحد هي خمسة، فراح نجي معناها هذه خمسة هذه خمسة، سي اثنين هي عشرة، يعني عدنا وعدنا سي ثلاثة تساوي لنا اثنين. راح نجي نفتح الرابط، عدنا بما انه هذا المثال مثل المثال السابق بس كأنه معكوس، عندنا الشحنة راح تيجي من موجبة لنفرض، فإذا دخلت هنا موجب سالب ترجع موجب سالب، فراح يكون هذا الربط كأنه ربط توالي، لأنه لو كان عندنا منها يا مصدر كان غير لنا الشحنة، بس لأنه كأنه هو سلك واحد مربوط، فإذا فتحناه منا راح نشوف أنه هم ربطهم توالي، فراح نجمع سي واحد وسي اثنين هي ربط توالي. راح نرسمهم كليتهم بشكل متسعة وحدة اللي هي مجموعة واحد على خمسة زائدا واحد على عشرة. نوحد المقامات، المقام المشترك بيناتهم عشرة، راح يطلع اثنين زائد واحد ويساوي لنا ثلاثة على عشرة، يعني ثلاثة عفوا واحد على سي الكلية، بعدين نقلبهم سي الكلية راح تساوي لنا عشرة على ثلاثة، فنقسم على عشرة على ثلاثة يطلع ثلاثة فاصلة ثلاثة قيمة المتسعة. هذا الطرف أيضا راح نجمعه مثل الطرف الثاني اللي هو راح تكون مجموعة متوالي واحد على خمسة زائد واحد على عشرة، وبعدها نقلب القيمة فراح يكون عندنا قيمتهم أيضا ثلاثة فاصلة ثلاثة، عندنا المتسعة بالوسط اللي هي قيمتها اثنين. طيب إذا أجينا على الرسم التحت راح يكون منا كأنه موجب ومنايا سالب، فراح يكون الربط مالتهم هو ربط توازي، يعني راح يكون مجموعهم عشرة زائدا عشرة يساوي لنا عشرين. صارت عندنا هسه متسعة وحدة بثلاث متسعات، الثلاث متسعات راح نحاول انه نجمعهم بمتسعة وحدة، بما انه عندنا طرف موجب وطرف سالب وهو راح يصيرون على يعني مو على استقامة وحدة، فراح يكون واضح انه ربطهم هو ربط توازي، فراح نجمع الأولى وهي 3.3 زائد 2 زائد 3 فاصلة ثلاثة راح ينطينا 8.6 مجموعهم، لأنه ربط توالي توالي عفوا راح يكون المجموع الكلي نجمعهم مباشرة ويا المتسعة الثانية اللي هي قيمتها 20، راح نجمعهم راح يكون عندنا شكل 8.6 ويا 20 ك
كربط توالي، لأنه راح يجي من عندنا مثلا إذا فرضنا هذا الطرف موجب راح يكون موجب سالب، موجب سالب فراح يكون بهذا الشكل، فراح نجمع 1/8.6 زائدا 1/20 راح يطلع الناتج يساوي لنا 6.04 مايكرو فاراد. الشحنة أو الساعة المتسعة الكلية. نعيد السؤال بصورة سريعة. عندنا الرسم منطينا إياه ربط مختلط يريد نلقى له المتسعة الكلية أو ساعة المتسعة الكلية لكل هذا النظام. منطينا قيمة سي 1 و2 و3، كتبنا قيمهم. جينا قلنا ناخذ نحاول أصغر دائرة، فأخذنا أول شيء هذه المجموعة جمعناهم، بعدين أخذنا المجموعة الثانية اللي هي جمعناها، بعدها أخذنا المجموعة تحت جمعناها، طلعت عندنا بالنهاية 4 متسعات، فراح بعدها جمعنا هذه المتسعات الثلاثة بشكل توازي اللي هي طلعت لنا 8.6 ويا الثانية اللي بقت آخر شيء جمعناها جمع توالي. والقوانين اللي اتبعناها هي حسب الربط إذا توالي أو توازي. ناخذ سؤال ثاني من أسئلة الفصل اللي هو سؤال رقم 28. منطينا هذا الشكل، منطينا قيمة المتسعة كل وحدة 4 7، يريد نحسب له ساعة المتسعة الكلية للنظام كله. بالبداية راح نحاول ندور أسهل سلك ممكن نبدي به اللي هو بالوسط، لأنه على سلك واحد، فلهذا يعني واضح انه ربطهم ربط توالي. ربط توالي يعني الساعة مالتهم راح تساوي لنا 1/7 + 1/5 ونقلبهم، فراح يكون المجموع مالتهم 2.9. راح يكونون بهذا الشكل. هذا الشكل لو حاولنا نقلبه شوية راح يكون مثل السؤال السابق، أو شكله هذا الشكل راح يكون. راح يكون تقريبا شكله بهذا الشكل، فواضح أنه هو ربط توازي، لأنه لو أخذنا السلك الأول والسلك الثاني والسلك الثالث أسلاك مختلفة بيناتهم قطبين كهربائية موجب وسالب، فراح يكون مجموعهم هو ربط توازي، فراح يكون شكل المتسعة بما أنه ربط توازي نجمع مباشرة 4 + 6 + 2.5 يطلع لنا 12.9 مايكرو فاراد. نعيد السؤال، انطانا ربط، الربط مالتنا انه مو مثل الربط اللي تعودنا عليه اللي هو عمودي او افقي بشكل معين. من نشوف هيجي سؤال نحاول ناخذ اسهل ربط عندنا اللي اخذناه بالنصف، بعدين شفنا انه لو رسمناه بهذا الشكل راح يكون كأنه ربط توازي. إذا قلبنا الرسم شوية راح يكون شكله بهذا الشكل اللي هو واضح أنه ربط توازي، جمعناهم طلعت لنا ساعة المتسعة الكلية. ناخذ سؤال ثاني اللي هو سؤال رقم 23 من أسئلة الفصل.
بالسؤال من طينة منطينا مصدر للفولتية قيمتها 20، ومنطينا متسعة أولى ومتسعة ثانية، ومنطينا مفتاح، يعني المفتاح الأول والمفتاح الثاني. طالب عندنا بالسؤال أو منطينا بالسؤال في حالة أنه المفتاح الثاني بقى مفتوح وأغلقنا المفتاح الأول، فراح يكون شحنة تتولد شحنة كهربائية بالمتسعة الأولى مقدارها 6 مايكرو كولوم. طيب في حالة انه المفتاح الثاني مفتوح، اذا اجت الشحنة الكهربائية من هذا الطرف فراح ما توصل للشحنة الثانية، فكأنه الدائرة مالتنا راح تكون فقط هذا القسم. فبما انه عندنا شحنة كلية اللي هي الفولتية والشحنة اللي هي 6 مايكرو كولوم، راح نقدر نطلع الشحنة الكلية للدائرة اللي هي تساوي لنا حسب القانون كتبنا C تساوي U على دلتا V. راح نطبق القانون اللي هو C يساوي Q على دلتا V. طيب هنا عندنا راح نطلع ال Q، فنضرب حاصل ضرب الطرفين في الوسطين، فال Q راح تساوي C في دلتا V. C منطينا اياها بالسؤال هي 6 مايكروفاراد في هنا قيمة السي، قيمة السي تساوي لنا 6 مايكرو فاراد في دلتا في اللي هي 20، راح يساوي لنا 120 مايكرو كولوم قيمة الشحنة. بما انه الربط عندنا ربط توازي، فراح ناخذ، لانه لو عكسنا الرسم مالتنا فراح يكون بهذا الشكل، مصدر الفولتية متسعتين، فراح يكون بهذا الشكل. لهذا راح نطبق قوانين ربط التوالي التوازي عفوا. راح ناخذ الشحنة الكلية عندنا شو يساوي لنا؟ الشحنة بالمتسعة الأولى زائدا الشحنة بالمتسعة الثانية. هو بالسؤال قال لنا في حالة انه اغلقنا المفتاح الاول وبعدها فتحنا المفتاح، عفوا اغلقنا المفتاح الثاني ايضا، احسب قيمة الشحنة بكل متسعة. بما انه الشحنة الكلية مالتنا طلعت 120، فهي 120 راح تتوزع على المتسعتين بس مو بنفس المقدار، لانه كل متسعة راح تاخذ الشحنة حسب سعتها. لهذا الشحنة الكلية عندنا 120، شي يساوي لنا الشحنة الأولى ما نعرفها زائدا الشحنة الثانية. نحاول نطلع الشحنة الأولى راح تساوي لنا 120، ننقل الكيو 2 للطرف الثاني راح يصير ناقص كيو 2. طيب احنا بالأسئلة من عندنا أكثر من مجهول نحاول ناخذ المعادلة اللي تكون مساوية، يعني بربط التوازي راح ناخذ الفي، معادلة الفي تساوي في واحد زائد في اثنين، لان راح تسهل لنا بالحل. لو كان ربطنا توالي كان اخذنا معادلة الكيو، فراح نقول بما انه دلتا في الكلية تساوي لنا دلتا في واحد ويساوي لنا دلتا في اثنين، يعني دلتا في واحد تساوي لنا دلتا في اثنين. دلتا في ايش راح تساوي لنا؟ حسب القانون مالتنا راح يساوي لنا حاصل ضرب الطرفين في الوسطين، فراح يساوي لنا كيو على سي. طيب بما انه احنا ماخذين دلتا في اول للمتسعة الثانية، فراح نقول الشحنة الاولى على السعة الاولى تساوي لنا الشحنة الثانية على المتسعة الثانية. راح نعوض كيو واحد وكيو اثنين، اثنيناتها مجهولة، ف من المعادلة فوق طلعنا كمعادلة بسيطة
اللي هي نسميها نجمة أو ستار، راح نعوضها بمكان الكيو واحد. فراح نشيل كيو واحد ونحطه بمكانها 120 ناقصا كيو 2 على سي واحد اللي هي معطينا اياها بالسؤال 6 يساوي لنا كيو 2، راح تبقى على قيمة السي في معطينا اياها بالسؤال 3. فراح نضرب حاصل ضرب الطرفين في الوسطين، فراح يصير 6 كيو 2 تساوي لنا 3، راح نضربها في هذا في البسط، فراح يصير 120 في 3 ناقصا 3 من كيو 2، ننقل ونقسم على معامل كيو، راح تطلع لنا كيو 2 تساوي لنا 40 مايكرو كولوم. ليش مايكرو كولوم؟ لان احنا عندنا مايكرو فاراد وما عوضنا الوحدات، فقط عندنا سي كيو 2 40 مايكرو كولوم. اللي طيب هسه احنا عندنا كيو 1، ايش راح نسوي؟ راح نرجع على المعادله اللي طلعناها اللي هي ستار، راح نعوض قيمه كيو 2 في معادله النجمه اللي هي كيو 1 تساوي لنا 120 ناقصا كيو 2 ويساوي لنا 120 ناقص 40 يطلع 80 مايكرو كولوم قيمة الشحنة الأولى. نعيد السؤال بصورة سريعة، منطينا بالرسم مفتاحين، قال لنا بداية السؤال إذا منطينا قيمة المتسع كل وحدة الأولى 6 والثانية 3 ومنطينا قيمة الفولت هي 20، قال لنا في حالة أنه غلقنا المفتاح الأول وبقينا المفتاح الثاني، فراح أحسب قيمة الشحنة وبالخطوة الثانية أنه إذا غلقنا المفتاح الثاني أيضا، يعني قلنا من نغلق من راح نغلق المفتاح الأول راح تكون عندنا الدائرة مالتنا فقط بهذا الشكل، فعندنا متسعة وحدة شحنة وحدة ومصدر فولتية واحد، رأسا نطلع قيمة الكيو. من غلقنا المفتاح الثاني صارت عندنا دائرة كاملة، ربطها توازي أو استخدمنا قوانين ربط التوازي، أخذنا الكيو قيمتها، طلعنا معادلة وسطة. بعدين قلنا بهذا النوع من الأسئلة ناخذ المعادلات التساوي حتى تختصر لنا من الحل، طبقنا قيمة كل الفي حسب القانون اللي عندنا وطلعنا قيمة الكيو 1 والكيو 2. ناخذ مثال ثاني اللي هو أو سؤال ثاني اللي هو رقم 21. وهذا السؤال هم راح نستخدم ربط وهم راح نطلع الكيو والفي والسي. بالسؤال منطينا نقطة أي منطينا متسعات مربوطة بهذا الشكل ومنطينا قيمتها 5 3 6 2، يريد نحسب له أول شيء المتسع الكلية، ثانيا الفولتية الكلية. احنا بهذا السؤال راح نحسب الفولتية الكلية والمتسع الكلية والشحنة الكلية وبعدين نرجع لكل وحدة. راح ناخذ بالبداية من نحل السؤال ويريد فولتية كلية أو يريد شحنة كلية، فإحنا نكمل الربط للنهاية بحيث نطلع متسعة وحدة، بعدين نرجع بالعكس. شلون؟ عندنا أول شيء هذه راح نفتحها، فش راح يكون عندنا؟ أول شيء راح نجمع الثلاثة ويا الخمسة اللي هي ربط توالي، كأنه تسويها بلون ثاني، تمام؟ فراح تكون بشكل شحنة وحدة أو متسعة وحدة، المجموع مالتها 1/5 + 1/3 يطلع 2.5. من نحل ما ننسى أنه بربط التوالي ورا ما نكمل أو نجمع جمع كسر نقلب الكسر، لأنه الساعة الكلية عندنا هي 1/الساعة الكلية، فبعد ما يطلع الناتج نقلبه. عندنا الشحنة الثانية راح تبقى مثل ما هي أو المتسعة الثانية
اللي هي قيمتها 6 مع 2. طيب هنا شو راح نسوي؟ راح نحاول نجمع الشحنتين او المتساويتين جمع توازي، فراح يكون عندنا 2.5 و6.5 راح يطلع لنا 8.5. اي وعندنا من هذا الطرف بقت لنا الشحنه اللي هي قيمتها 2، اخر شيء ايش راح نسوي؟ راح نجمعهم جمع توالي اللي هو 1 على 8.5 + 1 على 2 راح يطلع الناتج 5.96. منطينا بالسؤال الدلتا في تساوي لنا، منطينا الشحنة الكلية هي أو الفولتية الكلية 15، فبما أنه طلعنا المتسع السي الكلية راح تكون 5.96، فراح نقدر بكل سهولة نطلع الكيو اللي هي تساوي لنا حسب القانون اللي عندنا، كيو راح تساوي لنا سي في دلتا في، يعني 5.96 في 15 راح يساوي لنا 44.75 مايكرو كولوم. يعني طلعنا هنا السي مالتنا اصلا موجوده، الفولتية هو مطلنا اياها بالسؤال ايش قد تساوي؟ 15، والشحنة الكلية طلعناها تساوي لنا 44.75. هنايا الحد هنايا نحل السؤال، يعني كما الحل، بس في حالة رجع طلب الشحنة او الفولتية الكل متسعة شلون راح نحل؟ احنا من طلعنا المتسعة مشينا بالربط الان وصلنا الوحدة، من نطلع ال V وال Q راح نرجع بالعكس. شلون؟ عندنا ال 15 او السعة اللي هي 5.96 شنو كانت اصلها؟ كان ربط توالي، ربط توالي يجي على قوانين ربط التوالي، شنو عندنا المساوي؟ الشحنة، فيعني اذا شحنة هنا 44.75 فراح ترجع، معناها هنا الشحنة للمتسعة الأولى هي 44.75 وللمتسعة قيمتها 2 أيضا 44.75. طيب بما أنه عندنا سعة متسعة سي وعندنا الكيو نقدر نطلع في لكل وحدة، فالدلتا في ايش راح تساوي لنا؟ عندنا الدلتا في راح تساوي لنا كيو على سي، يعني نقسم 44 على 8.5 راح يطلع عندنا 10.5 بالنسبة، وهنا نفس الحالة راح نقسم الكيو اللي هي 44.75 بالعشرة على 2 راح يطلع عندنا الناتج يساوي لنا 22.4. فطلعنا الفي والكيو الكل وحدة، راح نرجع الاثنين هي نفسها للنهاية، يعني الاثنين او المتسع قيمتها 2 طلعت قيمتها، طلعنا السي اللي هي اصلا عندها وطلعنا الكيو وطلعنا الفي، يعني راح هنا انه انحلت. شنو البقاء عندنا؟ بقاء عندنا 3 متسعات، شلون راح نحلها؟ راح نجي ل 8.5، اصلها شنو كان؟ اصلها كان 2.5 × 6، شنو رابطهم؟ توازي. نرجع على قوانين التوازي، شنو الشيء المشترك؟ الفي اللي هي ايش قد طلعناها هنايا؟ الفي 10.5 ب10.5، عندنا هنايا سي وعندنا في،
الساعات المتساوية عندنا الفولتية شنو عندنا بس الكيو، الكيو شنو راح نطلعها؟ 10.5 في 6 يطلع 6 في 63 قيمة الكيو. بما انه رابط توازي يعني الكيو هنا مساوي الكيو بال2.5 مساوي الكيو بال6، فراح نطلعها من نفس القانون اللي هو كيو تساوي لنا سي في في، فراح نقول 2.5 في 10.5 راح يطلع تقريبا 25 اللي هي قيمة الكيو. طيب الستة هي ترجع نفسها هنا، فطلعنا السي والبي والكيو، فراح ترجع هنا نفسها، يعني المتساوي قيمتها 6 ايضا انحلت. منو بقى عندنا؟ بقى عندنا 2.5، 2.5 اصلها شنو؟ شحنتين او متساتين ربطهم توالي. نرجع على ربط التوالي، شنو الشيء المساوي عندنا؟ الفي، معناها الفي هنايا كانت قيمتها 10.5، يعني هنايا البي تساوي لنا 10.5 وهنايا البي تساوي لنا 10.5. طلعت عندنا البي وعندنا سي، نطلع الكيو اللي هي تساوي لنا سي في بي، تطلع لنا قيمة الكيو الكل وحدة. نرجع نعيد السؤال بصورة سريعة، منطينا ربط طالب ساعة المتساوية الكلية وطالب عندنا الشحنة الكلية. حتى نطلع ساعة المتساوية الكلية راح نختزل الأربع متساعات إلى متسعة واحدة مثل ما شفنا الربط. من طلعنا آخر متسعة عندنا السي والضانة، المطلب الثاني قال لنا إذا كانت الفولتية 15 جد الشحنة الكلية، فطبقنا القانون. لحد هنا خلاص السؤال، بس أكو أسئلة ينطينا إذا الفولتية الكلية 15 جد مثلا الشحنة أو الفولتية الكل متسعة، فمن يطلب من عندنا هذا الطلب راح نرجع نمشي بهذا الشكل. نرجع سي طلعناها في، نرجع الساعة مالتنا أو المتسعة الأصلية هي شنو كان رابطها أصلا؟ توالي. رجعنا طبقنا قوانين التوالي وطلعنا السي والفي والكيو الكل وحدة، رجعنا الاثنين هي نفسها ما راح نلعب بيها لأنه طلعنا القيم اللي عندها. شنو نطلع عندنا؟ 8.5. 8.5 شنو كان أصلها؟ رابط توازي. رجعنا على رابط التوازي وطلعنا السي والفي والكيو الكل وحدة، رجعنا أخذنا الشكل مالتنا، 6 هي أصلها 6، 2.5 هي كان أصلها 2 ربط توالي، رجعنا على قوانين ربط التوالي وطلعنا السي والفي والكيو الكل وحده.